هو إقالة وزيرة وزارة التنمية والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، لأنها لا تفعل ولا ضرة واحدة للشخص الكفيف منذ ولايتها الأولى وولايتها الثانية، مع العلم على أنها قد استلمت حقيبتها الوزارية وهناك روح الأولى ميتة في الوزارة. الرسالة ديالنا البسيمة أن هاد المسيرة، هاد المسيرة يعني اللي كتمثل يعني بالعشرات، تتندد أولا وقبل كل شيء يعني بإنصاف الشهيد والفقيد، وإعادة كذلك إعادة النظر في الكيفية البشعة اللي ما كتمثل الإنسانية بحتى شي صلة، الكيفية اللي مات بها الأخ ديالنا والصديق ديالنا الأخ الحلوي صابر. حنا بغينا الملك أنه يحيد بسيمة، لأنها ما قدمت للكفيف حتى شي حاجه، حتى شي اضافه منذ يعني التولي ديالها للرئاسه، لا هي ولا المسؤولين اللي تيشتغلوا معاه في هذا الصدد هذا. الملك الاقاله الحاليه والفوريه، لان بعض الوزراء اصبحوا حاليا لا يخافون من الاقاله باعتبارهم يستقلون قبل اقالتهم، ولكن نريد نحن اقاله فوريه من الملك، لان بسيمة الحقاوي تتحدى النظام وتتحدى الملك في كونها لا تحاول مناقشه هذه الفئه والخروج الى حل لانصاف هذه الفئه والخروج بحل فوري من اجل المكفوفين ومجمل الاعاقات داخل المجتمع المغربي. الاقاله ديال بسيمة الحقاوي لان ما دارت والو مع هاد الناس هادو، مات السيد ما كاين حتى شي تدخل، ما كاين حتى شي يعني حتى شي ولو حركه بسيطه ديرها في حق السيد هذا، فهي يعني بحال وكأنها ماشي وزيره ديال هذا القطاع هذا. ومن هذا المنبر هذا تنطالبوا من اعلى سلطه في هذه البلاد اللي هي جلاله الملك انه يتم اقاله ديال هذه السيده هذه، والا غادي تكون اعمال تصعيديه اكثر من هكا. والرساله ديال بسيمة الحقاوي كنقول لها خاصها تعاقب على هذا الشيء كله اللي وقع لنا الصراحه، لاننا احنا في الوزاره التنميه اليوم حوالي 18 يوم وما دارت معنا حتى شي حل، ما عطاتنا حوار. ونهار اللي مات الكفيف نهار اللي مات المرحوم عمرها ما جات الوزاره نهائيا. كنقول لك اخت بسيمة الحقاوي هذه الوزاره ما صالحش ليك، والمغرب راه ما صالحش ليك، بمعنى خاصك تمشي بحالتك من هنا وخاصك تعاقبي بحق هذا المرحوم اللي مات وما عطيتناش اهميه. حنا عايشين في الحزن، عايشين في الرعب، عايشين في الالام، كنبكي يوميا مع المرحوم وانت ما عطيتناش الوقت وكتقول لي مرأة حديدية. بس ملي كنت انت مرأة حديدية حنا غادي ندوبوك ان شاء الله، وغنكون حنا هما سميتو، حنا غنوقفوا لك الضد ديالك ان شاء الله.